السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد ديسير أو نقوله ما عارفش كيفاش نقول تحلية نسميوها كيما بغينا. كيقولوا ليها لي فلوتونت الجزيرة العائمة. هاد ديسير سي ان ديسير نورمالمون فرنسي وكنأكد لكم كيجي واحد لذة يعني ملي كنمشيو للمطاعم مع ولادنا الديسير اللي كيطلبوه الاول هو هذا لي فلوتوند الجزيره العائمه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتقدموها يعني في هاد الوليداتكم للضيوف. الصراحه يعني انا كيجيني ديسير راقي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ننتقلوا للمقادير. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va préparer l'île flottante. Donc, j'ai besoin d'abord la première des choses, on va faire la crème anglaise. Aoul chez Ibnaz, Radin Saubo, crème l'ingélisia, la crème anglaise. Donc, Radin Hitaj, le citro d'Yel Hlib, Kamil Dassem. On dit Naya, tu m'entaches le centilitre de la crème Tahia Camille Tadassem. On dit le boudre de la vanille, il y a une de la gousse, c'est dire la gousse, on dit le boudre. On dit Naya, 120 g de sucre de bnet, on dit stade l'asphalte de bail. Donc j'ai besoin de 500 ml de lait, 18 cl de crème entière, le lait entier, 6 jaunes d'œufs. 120 g de sucre et la poudre de vanille. Radin dirou le hlib f casserole. Donc on met le lait, la crème je vais mettre un peu de poudre de vanille. Et je vais mettre la moitié du sucre. On va dire nos de sucre lundi. On va dire que nous y sommes bien. On va dire que nous faut que la fia, ça va être l'ilia. On va dire que nous avons. Donc je vais porter à ébullition et on finit la recette. دابا غادي نطربو داك اصفر البيض مع باقي السكر غير بالطراب اليدوي. دونك جو في فويتي لي جون دو افيك لو سوكر لو ريست دو سوكر بور بلانشير ان تي بو. ما محتاجاش الطراب الكهربائي غير باليد. خلينا الحليب ديالنا ولا كريم البنات حتى غلا وحتى كيطلع. Donc on laisse le lait et la crème jusqu'à ce qu'on voit des bulles et que ça monte. Et après on enlève. Donc maintenant on va ajouter sur les jaunes d'œufs petit à petit. On va ajouter la sphère de Vediana. On va ajouter un peu. دابا البنات كنزيدو هاد كنعاودو نردو هاد الخليط ديالنا في الكاسرول. دونك اون رومي نوت ميلونج دون لا كاسرول. دابا كنخليو الخليط ديالنا البنات هنايا باش الكريمه ديالتنا كتعقد. انا في الصراحه لا كريم انجليز كريمه الانجليزيه كنفضل البنات ندير لها ترمومتر باش كتنجح معايا. دونك البنات كنخليوها فوق العافيه حتى كتوصل لينا 82 درجه باش كنقولوا لا كريم ديالتنا وجدات.
Donc on la laisse sur le feu jusqu'à ce qu'il atteint 82 degrés. Donc notre crème il est atteint 82 degrés, on l'enlève du feu. D'abord le bonnet, on se fait la crème diati. Je suis là pour qu'il y ait passer ma crème, je préfère. D'abord, on va filmer la crème diati. Donc, je vais filmer au contact et je vais la laisser refroidir. وغادي نخليوها تبرد ونكملو ان شاء الله الوصفه. ودابا يا حبايبي غادي نصاوبو السيرو ديالنا اللي غادي نزينو به هاد لاكريم فلوطونت ديالنا ان شاء الله. عندي هنايا 250 غرام ديال السكر، غادي كنصاوب بالزايد و الا بقى الكراميل كتحتفظوا به ماشي ما كيخسرش. غادي ندير عندي هنايا 140 مليلتر ديال الماء، غادي ندير النص دابا. وعندي معلقه ديال الحامض الليمون، دونك جي 250 غرام دو سكر، 140 مليلتر دو، دونك جي مي لا مواتيي، اون كويير ا سوب دو جو دو سيترون. جو في بورتي غندي فوق العافيه البنات حتى يولي ليا الكراميل ديالي احمر ونعاودو نرجعو. الكراميل ديالنا وجد البنات، هداك شوية د الما اللي بقى سخنتو مزيان باش ميطيرش عليا. دونك جي في بوير لو ريستونت، جوي لا راجوتي سوغ مون كراميل. ميم سي لو بويونت مزيان. دابا يا بنات غنديرو الكراميل ديالنا هنايا في واحد الزليفة باش نخليوه يبرد، ونحط الكراميل دون ان بول. اي اون فا ليسي فرويدير. دابا البنات عندي هنايا 6 ديال الابيض البيض اللي بقاو ليا من الاصفر البيض، غادي نطلعهم مع 30 غرام ديال السكر. دونك جو في مونتي مي بلون دوف بور فير لي بلون دوف بوشي، جو في لي مونتي افيك 30 غرام دو سكر. بنات البيض ديالنا طلعناه، دابا غادي ندوزو باش نبوشيو ونطيبوه. البنات باش غادي نبوشيو هاد الابيض البيض غادي نحتاج نص لتر د الماء، نصف لتر، نصف لتر ماء، وغادي نحتاج 250 مليلتر ديال الحليب. دونك بور بوشي مي زو جو في ميتر 500 مليلتر دو و 250 مليلتر دو لي كو جو في بورتي ا ابوليسيون. غادي نردهم فوق العافيه البنات حتى يسخن باش ندوزو نبوشيو لي زو ديالنا. دابا غادي نطيبو البيض ديالنا البنات. انا اختاريت هاد المعلقه هادي ديال لاكلاص، ديرو نقدروا نديرو غير بمعلقه، جوج معالق الصراحه. كناخذو الابيض ديالنا كنحاولو نقادوه،
نحاولوا نقادوا شويه. من بعد الحليب ديالنا مغلى كنحاولوا نرميوه فيه اذا طرملنا. واخا جات شويه خاسره ماشي مشكل، كنطيبوه دقيقه من كل جهه. دونك je vais pocher mes blancs d'œufs. Je vais faire cuire une minute de chaque côté. دابا البنات كنحاولوا نقلبوه. دقيقة من كل جهة. دابا كنحيدو البنات البيض ديالنا طوشي وكنديروه فوق واحد البابي ابسوربون. دونك اون لو مي سوغ ان بابي ابسوربون باش يستقطر لينا. وغادي نكمل البوشاج ديال الابيض البيض ديالي ونعاودو نرجعو. البنات غادي نوريكم الطريقه بالكوي بالمعلقه. كنجيبو البيض ديالنا وكنبقاو نديرو ليه هكا. سي اون دو فير ا لا كويير لي كونيل فوالا، كنبقاو نهزوه هكا هكا حتى كنحصلو على واحد هكدايا ونحطوها في الحليب ديالنا والماء. باش نوريكم الا بغيتو ديروها بالمعلقه. دابا البنات غادي نديرو لا كريم لي فلوطونت ديالنا ان شاء الله. لا كريم ديالتنا هي هادي الكريمه الانجليزيه. دابا البنات غادي نديرو لي زو بوشي ديالنا. الكراميل ديالنا هو هذا البنات، غادي نزينو الزو ديالنا بالكراميل. خليته برد بزاف ماشي مشكل. دابا يا حبايبي غادي نزوقهم عندي هنايا اللوز ايفيلي محمر. نتمنى يكون عجبكم هاد الديسير هذا البنات، كيجي غزال ان شاء الله توجدوه. كنأكد لكم الوليدات كيحماقوا عليه والكبار بيان سور. دونك جيسبر كو ميزي فلوطونت فوز ا بلو اي كو فوز الي لي زيسيي اي جو فو دي ا لا بروشين sur ma chaîne pour une autre recette. Ou les بنات كنقول لكم دونك الجزيره، علاش كيقولوا لها جزيره العائمه لي فلوطونت؟ حيت زعما هذيك بحال شي جزيره وكتعوم في لا كريم انغليز. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الديسير ديالي. وفي انتظار الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تلايكيو. في انتظار صفحه قادمه ان شاء الله كنقول لكم الى اللقاء على قناتي.